أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأوضاع في غزة باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة لاستخدام غير مسبوق للآلة العسكرية الإسرائيلية وانتهاج متعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار. وخلال القمة السعودية الأفريقية بالرياض، أعلن شكري أن مصر تجدد الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مع التأكيد على الرفض القاطع للدعاوى التهجير القسري للمواطنين في قطاع غزة.